السلام عليكم الإخوان. مع كامل الأسف كنخبركم بأنه إفكتيفمون الاجتماع في اليوم فهو تلغى، وذلك ذلك أن لوتيل اللي كيتوفر رئيس مكتب المديرية على رسالة شفناها حنا نيت دو كونفيرماسيون اللي هي مطبوعة قادة، اتصل به وقال له بأنه غادي كاينه هناك إخباريات للأمن على انه غادي تجي جماهير كبيره مقر ديال الفندق، وبذلك الطريق غادي تحبس. هادشي هذا ما قال ما داروه حتى اليوم، وكيطلبوا منه باش يمكن يتاجل الاجتماع لانه ما يمكنهمش يتحكموا في الداخل والخارج. اذا هذا خبر سيء مره اخرى. اللجنة التحضيرية دارت كل ما يمكن لها أن تدار، المنخرطين كذلك كنشكرهم على العمل ديالهم وعلى كل ما قدموا في هاد السنة ونصف فريق الرجاء. ما غاديش نحطوا يدينا لأنه هناك مساطر يمكن له يتبعها المكتب المديري حتى في غياب اجتماع. إذا غادي نوافيكم بالجديد من بعد، وإنسان في جمعية رياضية كي المواقف ديالو دائما خصها تكون ثابتة وتكون واضحة وتكون فيها الشفافية. حنا هنايا كنحاولوا نمدوا يد العون للفريق ديالنا الكبير، وما غاديش نوقفوا لداعي انه تم الغاء الاجتماع او شيء من هذا القبيل. فريق الرجاء الرياضي فريق كبير وكيتواجد في وضعية سيئة، وما يمكن ليناش نخليه في هذه الوضعية. وتبارك الله عليكم كاملين وديما راجعين.